واحنا لسه في المنيا عروس الصعيد، المنيا اللي حلوة بأهلها وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته اللي تمت مع أهل المنيا وكل الافتتاحات والمشروعات اللي شفناها النهاردة. وخلونا برضو نتكلم عن رسالة مهمة وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة وهو يتحدث مع المصريين، لما كان قال إن سيدة من المنيا سألته أنت مطمن؟ فقال أيوة أنا مطمن، وقال إنه مصر تدار فيها الأمور بإخلاص وأمانة في وقت عز فيه الشرف. وقال كمان رسالة مهمة جدا عن ما يتعرض له المصريين بقالنا 10 سنين. الرئيس يثق في المصريين ويثق في بصيرتهم ورؤيتهم للصراع اللي احنا فيه، ويثق في قوتهم وتحملهم ودعمهم للدولة المصرية لبناء المستقبل رغم كل ما يتعرضوا ليه. احنا بقالنا 10 سنين محاطين بحملات منظمة من الكذب والادعاء والاشاعات والتزييف، بقصد ايه؟ بقصد انهم يفكوا الايد الواحدة اللي 100 مليون شبكنا في بعض عشان يحموا دولتهم ومستقبلهم. تعالوا نسمع السيد الرئيس قال ايه عن حرب المصريين مع الشائعات والكذب، ونرجع نكمل كلامنا عن الزيارة. في اعقاب اللي حصل ومحاولة الاعتداء على الناس هنا وعلى الكنائس وعلى الكلام ده، في قوات اتوجهت في خلال 10 ساعات عشان تحمي وتأمن الصعيد من محاولة التدمير والتخريب والتضييع، وإن هم يشعلوا فتنة ويعملوا حرب أهلية في مصر. اللي نجى ده كله، ولما تفتكروا الكلام ده أنا مش بفكركم بيه عشان أي حاجة، أنا بدلل على إن ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا وحمى الناس الطيبة البسيطة ديت، اللي هي زي كل أسرة بشوفها، مش في المنيا بس، في كل حتة في مصر، نجاهم وأمنهم وسلمهم. يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا؟ لا، هيكمل فضله علينا وهيعيننا وهيقدرنا وهتشوفه. طبعا، الله اكبر. فانتوا هتشوفوا كتير قوي، صدقوني. هما في حرب معانا على طول، والله هما مش فاهمين ومش عارفين، لكن هما في حرب معانا على طول، ودايما كل الأدوات اللي ممكن تستخدم بيستخدموها. نكذب، نغش، نقول إشاعات. لو نقدر، مش ده هم بقى، أنا بتكلم أكن يعني الكذب والافتراء والادعاء والتزوير والتزييف، ده منهج. وأتصور إن إحنا كمصريين، أتصور إن إحنا يعني بقينا عندنا حصانة بقى. هو إحنا لسه يعني ساعات المعنيين بالموضوع ده يقولك المواقع التواصل فيها وفيها وفيها، أقول لهم خلي بالكم، المصريين بقالهم 10 سنين عايشين في الكلام ده. أنتوا خايفين إزاي؟ إذا كان المصريين بقالهم 10 سنين بياخدوا الكلام ده أول، فهم بقوا فاهمين كويس أوي اللي بيتعمل. لكن والله أنا بحلف بالله، أنا زي ما قلت كده الأول، ليه مش قلقان؟ عشان ربنا وكافئ به، ثم عشانكم أنتوا، عشان أنتوا، عشان كل أسرة مصرية واقفة، هقولها بقى المرة دي، واقفة جنبي،
واقفه جنبك.